شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث المباراه الاهلي والاتحاد في الجوله السابعه بدوري السوبر بنتيجه 185 بفوز نادي الاتحاد. طبعا بنقول هارد لك نادي الاهلي، مبروك نادي الاتحاد. النهارده اللعيبه يمكن كان في اوف داي بشكل كبير. برحب بضيوف المره الثالثه. اهلا بيك يا كابتن سلام. اهلا بيك يا كابتن عيسى. اهلا بيك يا كابتن طاهر. شكرا يا كابتن عيسى. كابتن طاهر، يعني يمكن النهارده يعني المباراه كان واضح جدا ان احنا في اوف داي لينا، اللعيبه مش موفقه بشكل كبير، بس يعني نتيجه يعني بتعبر عن الاداء شويه اللي حصل النهارده. فانا رايك كيف المباراه النهارده كده؟ هو عموما يعني المساله ان هي الماتش النهارده جه في الاول، يعني يعتبر الحمد لله يعتبر انك انت بتاخد خبره معينه من انك انت خسرت الماتش. الاسباب منها زي الديفنس، نعم، نمره اتنين في ناس لسه ما رجعوش لمستواه. نعم. يعني هاب امين بقاله مده طويله اعتقد ان هو ما لعبش ماتشات، فالنهارده برضك غير موفق خالص، واحنا عارفين ان هو هاب امين الى حد ما قوة ضربه عندنا. زائد المشكله الثانيه اللي هي في مركز اربعه ومركز خمسه، يعني الاثنين فيهم مشكله كبيره جدا، وده اللي خلى او لجأ ليك مستر اجوستي انه يلعب اغلب المباراه زون. ويمكن الزون ادى فرصه للاتحاد يشوط 3 بونت، يعني النهارده اكتر مباراه يعني يمكن من فتره طويله بس جدا، بس هم موفقين أشوف يعني وبالتالي اعتقد ان هو هيعالج المشكله دي بان هو برضك يلجأ للمان في فترات كتيره عشان يوقف الثلاثة بونت اللي بتتلعب علينا. يعني انت تبقى عامل حسابك ان الفرقه قدامك ممكن توفق بالزبط في اي وقت، وفي يعني مثلا ده اللي حصل النهارده. حصل النهارده بشكل هو صحيح اوفر، يعني حاجه يعني النهارده بتهيألي الاتحاد يعني انا يعني لو ما خانسنيش الذاكره مش اقل من 15 3 بونت، وفي نفس الوقت الاتحاد يعني مش فول تيم، في عنده برضك نقص لعيبه، وعنده محمد عادل اتعور في اول اعتقد في اول كوارتر، فطبعا الف سلام عليه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله طمن عليه باذن الله. فبالتالي كل المشاكل دي اكيد هياخدوا فيها موقف ويعالجوها، والحمد لله ان هي جت في الوقت دوا، وما زلنا احنا الابطال، وما زلنا مفيش بطوله عدت مننا، وان شاء الله باذن الله هتتعالج الامور وربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن سلعاوي، طبعا هارد لك نادي الاهلي، مبروك نادي الاتحاد على المكسب يعني بمنتهى الروح الرياضيه، لكن انا عايز اقول ان الاهلي كان يحتاج في بعض الفترات الى الترجيس في انهاء الهجمات، كان في شويه تصرف في انهاء الهجمات. معظم النجوم اللي كان معول عليهم كانوا في مش في يومهم النهارده، او افتقاد لمركز اربعه وافتقاد لمركز خمسه اثر على الاداء الجماعي للفرقه. اعتقد كان ابرز لاعبتنا النهارده عمر طارق وابو النصر، وعمرو زهران على فترات، لكن مباراه للنسيان طبعا. هي الخساره طالما لا تضر فهي مكسب لاي فريق، يقدر يتعلم من الاخطاء، يقدر يشوف نقاط الضعف والقوه عنده المدير الفني. لكن انا عايز اقول برضو ان احنا ما زلنا البطل كدوره عربيه، وما زلنا بطل في المرتبط، لكن مباراة النهارده نقطة هامة يجب ان نضعها او يضعها الجهاز الفني امامه لعلاجة الاخطاء، لان المفروض ما ينتظره جمهورنا ان الجاي يكون افضل ان شاء الله. عايز برضه اقول حاجة يا كابتن، يعني النهارده لكن هي مشكلة ال 100 نقطة اللي كنا عايزين نتكلم فيها. اتفضل يا كابتن. ال 100 نقطة دي كتير جدا، احنا بنقول احنا اقوى دفاع في المجموعة في خلال الدور الاولاني كله، ان ال 100 بونت ده كتير جدا ان يدخل فينا 100 نقطة، لكن الهجوم تحسن. احنا كنا في السبعينات في 75، النهارده بقينا 85، ف كل النقاط دي هتبقى عند مستر بوش، يقدر اوغستي يقدر يعمل فيها اتزان، ومعاه جهاز مساعد ومعاه احصاء، ويقدر يشوف اخطائنا. لكن الاخطاء على قد ما هي كانت
كتير شويه، لكن ممكن ان شاء الله تحل والقادم افضل. طب كابتن، يمكن انا يعني عندي تحليل كده، مش عارف راي حضراتكم ايه. هو يمكن غياب اللعيبه الارتكاز تحت الحلقه، برضو هسمع حضراتكم يعني ده يعني نقاش يعني. غياب طبعا مروان سرحان، وغياب احمد حمدي، وغياب كمان سيف سمير، الثلاثه المتحركين تحت الحلقه غابوا. فاضطر مستر اجوستي بوش زي ما قلنا قبل المباراه يدور بالظبط، يدور لا يلعب اكتر وقت زون. زون ده ادى افضليه للاتحاد على على الثري بوينت في وقت هم توفقوا فيه جدا. يعني انا بتهيالي الاتحاد الاسكندري النهارده ما جلاش غير يمكن كورتين ثلاثه، ما جلاش مش هقول ما جابش، ما جلاش غير كورتين ثلاثه. فهو ده اللي سبب في ال 100 نقطه، سبب يعني يعني سبب في ال 100 نقطه دول التوفيق الزياده جدا بسبب ان احنا لعبنا زون. الزون اداهم افضليه في الشوط واداهم اوبن شوت مريحين، فالبرسنتج عالي وصل ل 100. يعني اكيد مستر احنا كلنا ثقه في مستر اجوستي بوش، ثقه في اللعيبه، ان هنقعد نشوف الخلل فين طبعا بالظبط، ايه اللي ممكن طبعًا يحصل، وازاي نقدر يبقى فيه مانوفر، وازاي يبقى فيه يعني والنهارده برده حاجه كويسه برده انه بامانه يعني مستر اجوستي اصر على على السيستم بتاعه كابتن الروتيشن، بالرغم ان يعني ممكن في مدربين بتلجا ان خلاص اثبت خمسه والعب بيهم في الظرف ده. راي حضراتكم لا، لان مرعي برضه بيلعب نفس الاسلوب، فكان لازم يقابله بنفس الاسلوب، وهو من اول الموسم معود ان هو بقى عنده روتيشن كتير في تغيير اللعيبه وفي تجربتهم في اكتر من. لكن اللي جاي يعني بقى خلاص احنا هنبدا نخش في الدور الثاني. الدور الثاني عندنا مباراه الاتحاد هناك، وعندنا مباريات بره كتير قويه، ومباراه الزمالك بره، عندنا وعندنا سبورتنج بره، والتامين بره، التامين بره اللي عندنا الجزيره ومصر الاتصالات وسموحه، وسموحه ثلاث مباريات واربعه واربع مباريات بره. فاللي بره هيبقى لازم لازم. طب اسالك يا كابتن حاجه، يعني برضو كابتن طاهر يقول لنا، هل الاول والثاني يعني اللي بياخد اول الترتيب وثاني الترتيب بيبقى في فرق كبير بينهم؟ يعني يعني اللي اعرفه ان الاول والثاني ما بيقابلوا، يعني اول وثاني ما بيضمنوا ان هم ما يقابلوش بعض. اللي حصل معانا السنه اللي فاتت ان احنا خدنا رابع فقابلنا الاتحاد في قبل النهائي، انما لو خدت اول او ثاني ما بنقابلش بعض الا في الفاينل، في النهائي. صح الكلام اللي بقوله ده في النهائي بالظبط. هي المساله في انك انت مثلا الاول بيقابل الثامن والتاني بيلعب السابع، فكده انا ضامن ان انا مش هقابل الاول لو مش يعني يعني مش هقابل الاتحاد الا في الفاينل. انما الفكره كلها انه ان انت اول يا تاني. طيب مين اللي بينافسنا على الاول والتاني والتالت؟ المصري الاتصالات. يبقى المصري الاتصالات مهم، ماتش مهم عشان تقدر برضك تحافظ على الاقل الاول يا تاني. اول المباراه اللي كانت عندهم كانت مباراه عصيبه شويه وقدرنا نكسبها في اخر هو نتائج الاتصالات قويه جدا، يعني هو جاي بعدينا في الترتيب وقبل الاتحاد اسكندري النهارده. بس يا كابتن اقول لحضرتك حاجه، انا حسيت النهارده ان الدوافع النفسيه عند الاتحاد اعلى شويه من عندنا. ليه؟ الاتحاد خسران من الاهلي بطوله المرتبط، وخسر بطوله عربيه، خسر بطولات مش ماتشات. بالظبط. يعني بس فاللعيبه النهارده نازله زي نوع من انواع ايه؟ انت رد اعتبار. لا لا رد اعتبار، انا خسرت بطولتين بس انا كويس وبتاع في الوقت اللي انت مش في احسن حالات. لا، فانا شايف النهارده الدوافع النفسيه برغم ان المباراه ما هياش مؤثره جدا على مشوار ثلاث لعيبه تحت الباسكت، مش مشكله في مركز مهم جدا. يعني دلوقتي يبان مثلا واحد زي سيف سمير ان هو اهميته تبان النهارده طبعا، مهم جدا مهم جدا عشان يبقى في خمسايه ثانيه، خمسايه 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 صريحه. انت لو عندك الثلاثة دول هتمتلك الباسكتين في الريباوند. نعم. وخلينا اقول لحضراتكم برضو يا كباتن، زي ما احنا احنا متفقين على حاجه، انه يعني يعني الاوفنس احنا جايبين 85 بوينت ويتش از رقم كويس. ال 100 بوينت دول يمكن احنا اول مره نتلقى 100 بوند في مباراه. لا بس هو في الكوارتر الثالث السنه دي، انا مش قصدي السنه اللي فاتت كان بقى في ماتشات اكسترا تايم كنا لا، انما اول مره السنه دي نتلقى 100 بوند. فده يدل على ايه برضو؟ يدل ان برضو ما كناش موفقين، بس كان في توفيق عالي جدا برضو من الاتحاد الاسكندريه. في توفيق، بس انت بالاحصائيات كده اهو تلاقي نفسك ان في الديفنس انت اقوى ديفنس في الدور الاولاني كله. يعني في الديفنس كنت انت اقوى ديفنس. النهارده ال 100 بونت دول يدل ان في شورتج ولو مؤقتا، يعني في مشكله حتى ولو مؤقته ان شاء الله تتعالج في 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 الماتش ده بالذات. في الماتش ذات زائد زي ما قلت حضرتك ان في توفيق من فرقه الاتحاد
في نسبة 3 بوينت العالية بتاعتهم. خلي بالك حضرتك الثاني الشوط الثاني الاتحاد سجل فينا 29 نقطة. الرابع الاتحاد سجل فينا 28 نقطة. فالأزمة كانت كبيرة كلها في الثاني والرابع، وهنا بيبان إن الثاني والرابع هم أكتر شوطين جابوا فيهم ثلاثات الاتحاد الإسكندري. الثاني والرابع عشان كده جه السكور كده. وبرضك يعني انا شايف بس برضه كان في اختراقات. لا يعني برضه الاتحاد اعتمد على الاختراقات في يعني ميدو طه دخل اكتر من مره. بس كوتش 3 بوينت انت عارف عارف 3 بوينت 3 بوينت قاتله نفسيا. يعني كمان نفسيا وكمان بتحل لك ازمه. يعني الاختراقات دي حصلت نتيجه انت بدات تندفع عشان توقف 3 بوينت فبدا يخترق. يعني اصلا وبعدين 3 بوينت لو جت مره واثنين ثلاثه هتبص تلاقي اسماعيل نزل من الرباعيه بتاعته اللي هي ماسكاه تحت الباسكت طويل. يروح طبعا الناس كلها هتركز مع اللي هيشوط 3 بونت. هتلاقي فضي 1-on-1 بس انا يعني بدافع النفسيه. دافع النفسيه لان انت خسران منك اخر مرتين فقدام جمهوره وقدام عايز يصلح الدنيا فعنده دوافع نفسيه يمكن مش متوفره عندنا. احنا بنلعب على بطوله بس الماتش بالنسبه لنا مش يعني مش ماتش بطوله. لا هو خسران الماتشين اللي هم كانوا 2-1 دلوقتي بقوا 2-2 بالظبط. الماتشين اللي كسبهم ممكن ما يكونوش مؤثرين قوي انما الماتشين اللي كسبناهم خلال الموسم دول ببطولتين. البطولتين صح اللي هو صح بطولتين البطوله العربيه سيمي فاينل وبطوله عربيه والمرتبط. فاذا الدوافع النفسيه كانت عند نادي الاتحاد الاسكندري وده طبعا احنا يعني اكيد الاتحاد نادي الاتحاد الاسكندري احنا من قبل المباراه قلنا عنده اقوى هجوم طبعا. يعني نادي الاتحاد الاسكندري وبعدين كمان الاتحاد الاسكندري يعتبر برضو من الانديه العريقه في كره السله. يعني برضو نادي له باع في وخبرات اسماعيل كانت قويه بانت النهارده صراحه حال المباراه. بس بقول لحضرتك ليه يعني احنا اكيد احنا كلنا ثقه ان مستر اجوستي بوش عنده القدره واللاعبين ان يضع لا بس برضو لازم يحط ايده على الاخطاء. احنا عندنا برضو اخطاء فلازم الاخطاء تعالج. اكيد اكيد هو وده طبعا بالنسبه له هتبقى حاجه سهله انه يعالج الاخطاء في يعني في المره الاول هو عالج الاخطاء. يعني احنا من بعد ما جه كان في اخطاء ومشاكل اتعالجت وبدليل ان انت الحمد لله مسيطر على الموسم من اوله. زائد ان برضو يعني عمر طارق كلاعب ارتكاز واحد بيتبدل عليه 3 4 لاعب ارتكاز مجهود عالي. يعني انت عندك شورتج خالص مجهود يعني عالي عندك جدا شورتج في مكان طبعا. فانت عمال تحاول تعوض تبذل يعني زي عربيه عندها مشكله في مثلا في سيستم معين فانت على العربيه جامد عشان تعوض العجل. فهو ده اللي بيحصل ان احنا بندوس على عمر طارق جامد بندوس على عمرو الجندي غصب عنك مفيش حد. بس ارجع اقول انه ان شاء الله الفرقه قادره. لسه عندنا 7 مباريات يا كابتن لسه يعني كتير لسه بدري يعني ان شاء الله يعني المصاب يرجع وان شاء الله برضو ايهاب امين لما يرجع لمستواه وده طبيعي. الافريج بتاع مثلا ايهاب امين خلال المواسم اللي فاتت مش اقل من 20 بونت. تخيل النهارده هو ما جابش ولا بونت تلعب الدور الاول كله من غير يبقى معناها ان انت 85 بونت يبقى عندك ناس سكورر تثق فيهم. اذا كان السكورر بتاعك مش موجود او وجايب 85 نقطه وجايب 85 ولا لاعب بس هي الازمه في الدفاع. يعني الدفاع ان شاء الله اكيد. وده على فكره لو انا كنت قلق امتى كابتن معلش برضو احنا بنفكر مع بعض كنت قلق لو ده المعدل اللي بيخش فيها كل ماتش انما مش ده المعدل اللي بيخش في كده. لا يعني كل ماتش بتقول غير كده الاحصائيات بتقول غير كده. فال100 ماتش دول يعني ممكن نقول انه زي ما قال كابتن سلاوي ماتش للنسيان لانه مش ده مستوى الدفاع الحقيقي منه. ده تجربه يعني جت في وقتها وهتبقى سبب بدايه قويه في الدور الثاني صحيح لان هيكون لعيب طبعا عايز يرد قدام جمهوره قدام الناس وعايز يبين ان لا انا احسن انا فرقه كويسه وكده في كل الحاجات دي. فالمباراه دي بتعتبر مفيده يعني خساره مفيده لكن في الدور الاولاني لكن برضو هذا لا يمنع ان يجب ان نعالج ما يراه المدرب اخطاء. اكيد اكيد هيحصل ده ما فيش كلام. يعني انا اتذكر في الثلاثات يمكن هيثم كمال جايب 4 انا ما اتذكر وميدو جايب مش اقل من 5 6 وعندك كمان مصطفى مؤمن جاب واحده. يعني ما شاء الله يعني يعني جايبين سكور عالي في 3 بونت. بس يعني ما انا بقول لحضرتك وكمان غريبة انه في بره يعني انت عارف لما تلعب بره ملعبك نسبتك بتقل. انما النهارده على صاله ومعروف ان حلق النادي الاهلي مش حلق يعني سهل. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن تغطيتنا النهارده لمباراه كره السله الاهلي والاتحاد ولكن بعد فاصل.